بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل سيروم فيتامين سي، وصفة غنية جدا بفيتامين سي الطبيعي اللي هيفتح بشرتك جدا ويبيضها ويوحد لونها في وقت سريع. كمان هتكون علاج فعال للبقع والتصبغات والهالات السوداء، وهيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. الوصفة دي من أفضل الوصفات اللي هتمنح بشرتك نضارة وحيوية وشباب دايم. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. أنا هحتاج لتلات حبات من البرتقال، والكمية بتكون حسب الرغبة. وأول خطوة أنا عملتها إن أنا غسلته في كمية من المية، ضفت عليها معلقة صغيرة من الخل ونقعته فيها لمدة دقيقة واحدة، وبعد كده صفيته ونشفته كويس. بعد بقى ما نشفت البرتقال كويس، هبتدي بقى دلوقتي أقشر البرتقال عشان أنا محتاجة للقشور بس. مع العلم بقى ان قشور البرتقال دي بتكون غنيه جدا بفيتامين سي، حتى الفيتامين سي اللي بيكون موجود في القشور بيكون 5 أضعاف اللي موجود في البرتقاله نفسها. انا بشرت بقى كده البرتقاله بمجرد بس ان انا باخد الجزء الاصفر من غير ما اوصل الجزء الابيض بالشكل ده، وده بيكون بقى شكل بشر البرتقال. هجيب بقى كده الخلاط وهبتدي بقى اضيف فيه قشور البرتقال اللي انا قشرتها. هحتاج لماء الورد، وماء الورد بيفتح البشرة جدا وبيرطبها وبيعالج التهابات الجلد وبيقضي تماما على حب الشباب، ويعتبر واقي طبيعي من الشمس. كمان تقدري تستخدميه كتونر طبيعي للبشرة. هضيف بقى على قشور البرتقال مقدار ربع كوباية بس كده من ماء الورد. بسم الله. هبتدي بقى دلوقتي بخلط قشور البرتقال مع ماء الورد لمدة كافية لغاية ما تنعم كويس جدا وتبقى زي العصير. خلطت بقى القشور كويس جدا مع ماء الورد لغايه ما بقت ناعمه بالشكل ده، ولو لاحظت انها ناشفه معاكي في الخلط ممكن تزودي عادي جدا شويه كمان من ماء الورد لغايه ما بتحصلي على القوام الناعم ده. باستخدام بقى مصفى سلك تكون دقيقه هبتدي بقى اصفي القشور دي عشان انا محتاجه للعصير بس. هصفي بقى كده القشور. بالمعلقة بقى هفضل اضغط عليها كده لغاية ما اصفيها كويس جدا. كمان تقدري تعملي الخطوة دي باستخدام قطعة من القماش او الشاش يعني، او حتى شراب نايلون، هتصفي معاكي القشور دي كويس جدا. وده بيكون بقى شكل كل كمية عصير قشور البرتقال بعد ما صفيتها. شايفين رايق جدا. العصير ده بيكون غني بالفوائد وكمان محتفظ بكل فوائده، لان احنا عملناه بطريقة صحيحة من غير ما نعرضه لاي حرارة. بعد بقى ما جهزت المكون الرئيسي عندي في الوصفة هو عصير قشور البرتقال، هبتدي بقى دلوقتي في عمل الوصفة. هجيب بقى كده طبق وابتدي بإضافة معلقتين من جل الصبار. دي المعلقة التانية. انا هحتاج لزيت البرتقال، وزيت البرتقال ده انا عملته قبل كده في القناة بطريقة ناجحة جدا، هسيب لكم لينك الوصفة بتاعته في صندوق الوصف. عملته على البارد ومعرضتوش لأي حرارة، فهيكون محتفظ بكل فوائده. هضيف بقى دلوقتي المكون التاني على جل الصبار، هو معلقة كده من زيت البرتقال. انا هحتاج لمعلقه من الجليسرين، والجليسرين بيفتح البشره جدا وبيرطبها وبيقضي على البقع الداكنه والتصبغات الجلديه حتى لو بقالها فتره طويله جدا. هضيف بقى المكون التاني وهو معلقه كده من الجليسرين. هجيب بقى دلوقتي عصير قشور البرتقال اللي انا جهزته في الاول، وهضيفه بقى بالتدريج على جل الصبار والزيوت. هبتدي في الاول باضافه معلقه وكل ما احتاج هضيف تاني لغايه ما بحصل على قوام كريمي ناعم. هبتدي بقى في الاول كده باضافه معلقه من عصير القشور، وكل ما احتاج هضيف تاني بالتدريج. هبتدي بقى بخلط كده المكونات في الاول. شايفين قوامها بتغير ازاي وبتماسك، هي كده بتكون متماسكة جدا. فانا هضيف كمان كمية تانية من عصير القشور. هبتدي بقى بإضافة كمان معلقة كده، او ممكن حتى اضيف معلقتين لانها لسه متماسكة، وهقلبها برضو كويس. هفضل اخلط كده لغايه ما تختفي برضو كويس جدا مع كل المكونات. شايفين قوامها برضو لسه متماسك. هفضل بقى اضيف بالتدريج كده لغايه ما بحصل على قوام كريمي ناعم جدا. خلطت بقى كل المكونات كويس جدا مع اضافه عصير القشور بالتدريج. شايفين بقى شكلها، اول ما بتحصل على القوام الكريمي الناعم ده خلاص هو ده بيبقى القوام المطلوب.
مش بتكون صلبة ومش بتكون سايلة. شايفين قوامها حلو جدا. انا اخدت بقى تقريبا كل كمية عصير قشور البرتقال اللي كانت موجودة، وباقي بس كمية صغيرة وبرضه هستفيد بيها لانها بتكون منظف هي للبشرة. هجيب بقى علبة نظيفة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها وهضيف بقى فيها السيروم. وده بيكون بقى الشكل النهائي لسيروم فيتامين سي بعد ما ضفته في العلبة. بقفل بقى عليه العلبة واحتفظ بيه في التلاجة. بيكون صالح للاستخدام في التلاجة من 15 ل 20 يوم وممكن لغاية شهر كمان. ولو حابة تحتفظي بيه عادي خارج التلاجة هيكون صالح للاستخدام لمدة أسبوع أو 10 أيام، بس لو احتفظتي بيه خارج التلاجة يفضل ان انت تعملي كمية صغيرة وتجدديها بانتظام، ده بيكون أفضل عشان تحافظي على صلاحيته وفعالية المكونات. نيجي بقى لطريقة استخدام السيروم. السيروم ده لازم تستخدميه على بشرة تكون نظيفة، يعني لازم تغسلي بشرتك في الأول كويس جدا وتنشفيها، وبعد كده تستخدمي بقى عليها السيروم عشان تاخدي منه أفضل نتيجة. أو حتى انت ممكن تجيبي بقى عصير قشور البرتقال الكمية اللي كانت باقية في الأول دي، بتجيبيها وتحطي فيها قطنة وتمسحي بيها كامل الوجه وتسيبيها بقى على البشرة لمدة 10 دقايق، وبعد كده بتغسليها بالمية. دي بتكون منظف هايل للبشرة وفي نفس الوقت بتكون مفتح، وهتساعد ان بشرتك تستفيد كويس جدا بالسيروم. بعد كده بقى هتاخدي من سيروم فيتامين سي وتفرديه على كامل الوجه وعلى الرقبة وعلى الايدين، وبتركزي على منطقة حول العين ومنطقة الجبهة ومنطقة حول الفم. بتدلكي بقى بحركات خفيفة جدا لمدة 2 أو 3 دقايق، يعني بتعملي مساج او تدليك خفيف جدا، والخطوة دي بتكون مهمة عشان بشرتك يستفيد كويس جدا بكل مكونات السيروم. بعد بقى ما بتدلكي بشرتك بحركات خفيفة جدا بشرتك هتمتصه تماما، لان كل مكوناته بتكون ناعمة وبتكون سهلة الامتصاص على البشرة. هتسيبيه بقى على البشرة من بالليل لغاية الصبح، فهيكون افضل وقت الاستخدام. وطبعا اي وصفة هيكون فيها فيتامين سي يفضل ان احنا نستخدمها بالليل قبل النوم، ما نستخدمهاش بالنهار خالص او ما نتعرضش بيها للشمس. هتسيبي بقى السيروم على البشرة من بالليل لغاية الصبح. الصبح بقى تغسلي بشرتك في الاول بالمية الدافية وبعد كده بالمية الباردة، وهترطبيها بقى باي كريم مرطب او ممكن ترشيها بماء الورد. هتداومي بقى على استخدام السيروم ده بشكل يومي كل يوم بالليل قبل النوم. هتداومي على استخدامه يوميا عشان تاخدي منه افضل نتيجه وفي وقت سريع جدا. السيروم ده بيكون غني جدا بفيتامين سي اللي بيبيض البشره وبيفتحها وبيوحد لونها في وقت سريع جدا، كمان بيعالج البقع الداكنه والتصبغات الجلديه مع مداومه استخدامه، وبيكون علاج فعال للهالات السوداء، وبيعمل كمطهر طبيعي للبشره من البكتيريا، فبيعالج حب الشباب والحبوب والبثور واثرها الموجوده على البشره، كمان بيكون مضاد للالتهابات وبيعيد لبشرتك النضاره والحيويه، كمان هو فعال جدا في محاربه الشيخوخه المبكره لانه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه. كمان السيروم ده زي ما قلت تقدري تستخدميه لاي منطقه تكون داكنه في الجسم زي منطقه الاكواع او الركب، وكمان تقدري تستخدميه لمنطقه بين الفخذين لانه بيكون مضاد للبكتيريا، فهيخلصك من اي روائح غير مستحبه وفي نفس الوقت هيفتح المنطقه دي جدا، وكمان هيكون مضاد للالتهابات. سيروم قشور البرتقال ده بيكون وصفه سحريه غنيه جدا بفيتامين سي، هيغنيك عن شراء منتجات غاليه جدا للعنايه ببشرتك، كمان كل مكوناته طبيعيه 100% وامنه جدا في الاستخدام، ونتائجها هتكون من اروع ما يكون، ولما تجربيها هتكون وصفتك المفضله. ممكن نشوف كمان دلوقتي بقى قوام السيروم. شايفين بقى قوامه زي الجاهز بالظبط. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.